في قديم الزمان كانت تعيش ثلاثة خنازير مع أمهم في منزل صغير. كان الوقت قد حان لهم أن يتركوا منزلهم ويتعلموا الاستقلال بحياتهم، فقامت الأم بالنداء على الثلاثة خنازير الصغيرة ليأتوا بجانبها. صغاري الأعزاء، لقد حان الوقت لكم كي تخرجوا إلى العالم، فاخرجوا وابدأوا حياتكم الجديدة، ولكن لا تنسوا أبداً مهما تفعلوا في هذا العالم ففعلوا أفضل ما يمكنكم، هذه هي الطريقة الوحيدة كي تظلوا أحياء. ببعض الحزن الممزوج بالحماسة قام الثلاثة خنازير بتوديع أمهم وذهبوا في طريقهم. بعد وهلة وجدوا قطعة من الأرض يمكنهم بناء بيتهم الجديد فوقها. كان الخنزير الأصغر قد قرر بناء منزله من القش، كان يفكر أن تلك هي الطريقة الأسهل والأسرع لبناء بيته، فبتلك الطريقة سيتبقى له الكثير من الوقت للعب. انتهى الخنزير الأصغر من بناء بيته في يوم واحد، فنادى على بقية الخنازير: يا رفاق، لقد انتهيت من البناء. نظر الخنزير الأكبر إلى البيت: حسنا، ولكن هذا المنزل لا يبدو مستقرا على الإطلاق، كيف يمكننا حماية أنفسنا من الذئب؟ لم يعر الخنزير الأصغر أخيه أي اهتمام. لا تقلق، فلن يحدث شيء. حسنا، لا تقل أنني لم أحذرك. قرر الخنزير الأوسط أن يصنع بيته من الخشب. من خلال فروع الأشجار التي قام بجمعها من الغابة قرر أن يبني بيتا صغيرا ذو حجيرة واحدة، واستغرق بناء بيته 3 أيام بالتحديد، فكان بيته أكثر استقرارا من ذلك المصنوع من القش، فذهب إليه الخنزير الأكبر: أخي العزيز، لقد قمت بعمل عظيم، ولكن ذلك لا يبدو آمنا على الإطلاق، هل سيتمكن ذلك البيت من حمايتنا من الذئب؟ أجاب الخنزير الأوسط: لا تقلق، فهذا البيت آمن للغاية. حسناً، لا تقل أنني لم أحذرك. بينما كان الخنزيران الصغيران يستمتعان بوقتهما في منزلهما الجديدين، كان الخنزير الأكبر يعمل بثبات، حيث أنه كان يشيد منزله من القرميد والأحجار. كان لدى الخنزيران الآخران الاعتقاد بأن جهوده عديمة الجدوى، فكل ما قام به هو اللعب وقتل الوقت. لماذا ترهق نفسك بكل هذا بينما يمكنك الانتهاء بسرعة مثلنا؟ يا له من رعديد. لم يعرهم الخنزير الأكبر اهتماماً، أخذ يعمل لأسبوع كامل واستطاع أن ينتهي من تشييد منزله المكون من القرميد والأحجار. بعد مرور يوم وصل أحد الذئاب الجائعة بجوار بيتهم، فتوقف أولاً أمام المنزل المصنوع من القش. كان الخنزير الصغير يستريح في بيته المبني من القش. طرق الذئب على الباب. افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا يمكنك فعل أي شيء بي، إن منزلي قوي بما فيه الكفاية. وكذلك نفخ الذئب الباب ودمر البيت، ولكن بجهد شديد استطاع الخنزير الصغير أن يهرب، ثم ركض نحو منزل أخيه المصنوع من فروع الأشجار. قام بالطرق على الباب، وعندما فتح الخنزير الأوسط الباب رمى الخنزير الصغير بنفسه إلى داخل البيت. بسرعة أغلق الباب، سيدخل الذئب إلى هنا. لا تقلق، لن يمكنه فعل شيء على الإطلاق في هذا المنزل. بعد وهلة أتى الذئب إلى منزل الخنزير الثاني المصنوع من الخشب وصرخ إلى الداخل. افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا يمكنك تدمير منزلي. وكذلك نفخ الذئب ودمر البيت وأسقطه تماما. قام الخنزيران بالركض نحو منزل الخنزير الثالث وبالكاد استطاع الهروب من الذئب. أخي، إن الذئب يأتي من هذه الناحية، ماذا سنفعل؟ أجاب الذئب الأكبر وهو شديد الثقة في نفسه: لا تقلق، لن يستطيع الذئب الدخول إلى هذا المنزل. بعد وهلة قصيرة أتى الذئب شديد الجوع إلى منزل الخنزير الثالث المصنوع من القرميد والأحجار، وصرخ ينادي على الخنازير الثلاثة:
افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا تفكر حتى بالمحاولة أيها الذئب الشرير، لن تستطيع دخول هذا المنزل. أصبح الذئب غاضبا للغاية. نفخ الذئب في المنزل ولكن لم يحدث شيء، لم يستطع تدمير المنزل. أخذ يحاول ويحاول ولكنه لم يستطع تحريك حجر قرميد واحد. أخيرا وبعدما أصابه الإرهاق قرر الذئب أن يحاول الدخول بطريقة أخرى. استطاع رؤية المدخنة على السطح وبدأ في التسلق. قام الخنزير بسرعة بإشعال النار في المدفأة تماما أسفل المدخنة عندما أدرك أن الذئب سوف يتسلق السطح ويدخل إلى المنزل عبرها. ثم قام بوضع دلوا كبيرا من الماء فوق الأخشاب. قام الذئب بتسلق المدخنة بصعوبة ورمى بنفسه إلى الداخل وسقط مباشرة بداخل دلو الماء المغلي. النجدة، النجدة، أنا أحترق، أنقذوني، النجدة، النجدة. قامت الخنازير باحتضان بعضها البعض بسعادة بعدما تخلصوا من الذئب أخيراً. في اليوم التالي ذهب الخنازير الثلاثة إلى منزل الأم حتى يخبروها بكل ما حدث. أقبل الخنزير الصغير على أمه قائلاً: لقد كنت على حق يا أماه، مهما حدث في هذا العالم فيجب علينا القيام بأفضل ما لدينا، فإذا عملت بجد من أجل شيء ما فستحقق النجاح بالتأكيد. منذ ذلك اليوم لم يعود الخنزيران الأصغر للكسل مرة أخرى، بل أصبحا يعملان بجد مثل أخيهما الأكبر، وعاش الجميع حياة سعيدة وآمنة. في قديم الزمان، في كوخ صغير في الغابة، كانت تعيش المعزة الأم حياة سعيدة مع صغيراتها من الماعز. كانت المعزات الصغيرة رقيقة للغاية، كانت أشبه بلعب الأطفال. وكانت المعزة الأم ككل الأمهات، تحب صغيراتها حباً شديداً، وكانت تحميهن من كل الحيوانات المفترسة في الغابة. وفي أحد الأيام وقبل أن تترك المنزل لتبحث عن الطعام بالغابة، نادت على صغيراتها ليأتين بجانبها وقالت: صغيراتي العزيزات، أنا ذاهبة إلى الغابة، لا تفتحن الباب لأي أحد، فلو دخل الذئب إلى المنزل سيأكلنا جميعاً أحياء، إنه ماكر للغاية ولسوف يتنكر في أشكال مختلفة ليحاول خداعكن. كيف سيمكننا التعرف عليه؟ إن الذئب صوته خشن وأنا صوتي ناعم ورفيع، لذا يمكنكن التعرف عليه من خلال صوته المنخفض الخشن فورا. ما إن أوشكت على الرحيل حتى تذكرت المعزة الأم شيئا آخر، فالتفتت إلى صغيراتها قائلة: هناك أمر آخر، إن أقدام الذئب سوداء وأقدامي أنا بيضاء، يمكنكن أيضا التعرف عليه من خلال أقدامه. لا تقلقي يا أمّا، سوف نحمي أنفسنا، يمكنك الاعتماد علينا. قامت المعزة الأم بتقبيل صغيراتها واحدة تلو الأخرى ثم توجهت إلى الغابة. كان الذئب يشاهدهن من بعيد، وعندما رأى المعزة الأم وهي راحلة انتظر لوهلة ثم أتى أمام الكوخ وطرق الباب. صغيراتي افتحن الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما لذيذا للجميع. ولكن المعزات الصغيرات تعرفن على صوت الذئب الخشن على الفور، وبدون أن يفتحن الباب بدأنا بالصياح: أنت لست أمنا، إن صوتها رقيق وأكثر جمالا. أنت الذئب ولا يمكنك خداعنا. شعر الذئب بالغضب الشديد لأنه لم يستطع خداع المعزات الصغيرات، لذا فقد ذهب إلى البقال واشترى قطعة كبيرة من الطبشور وأكلها. الآن أصبح صوته أنعم بكثير، لذا عاد إلى الكوخ وطرق على الباب مرة أخرى. هذه المرة بدأ يتكلم الذئب بصوته الناعم: صغيراتي المعزات افتحن الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما من الغابة للجميع. عندما سمعت المعزات الصغيرات صوت الذئب الناعم اعتقدنا أنها الأم حقا هذه المرة، وما إن كدنا أن يفتحن الباب حتى صرخت إحداهن: انتظرن انتظرن لننظر إلى الأقدام من أسفل الباب.
بالطبع عندما نظرنا المعزاة من أسفل الباب رأينا أقدام الذئب السوداء، لذا قمنا بالصياح مجددا بدون أن يفتحنا الباب. لن نفتح لك الباب. إن أقدام أمنا ليست سوداء، إن أقدامها بيضاء. أنت الذئب. بكل ما فيه من غضب رحل الذئب، وفي هذه المرة ذهب إلى الخباز. وعندما رأى الخباز الذئب أمامه كان يشعر بالمفاجأة. لقد أصبحت نباتيا ومن الآن فصاعدا سأتناول المعجنات فقط، هل يمكنك إعطائي بعض الدقيق؟ خرج الذئب من عند الخباز بكيس صغير من الدقيق، وعندما أصبح قريبا من الكهف فتح الكيس وقام بصب كل الدقيق على أقدامه. الآن أصبحت أقدامه بيضاء بالكامل. قام الذئب المتنكر بالطرق على الباب للمرة الثالثة. صغيراتي المعزات افتحنا الباب، أنا أمكن، لقد أحضرت طعاما من الغابة للجميع. أرينا أقدامك أولا حتى نتأكد أنك أمنا. كشف الذئب عن أقدامه الملطخة بالدقيق، وما إن رأت المعزات الأقدام البيضاء حتى صدقنا أن تلك أمهن، فقمنا بفتح الباب. وماذا رأين؟ كان الذئب يقف هناك أمامهن ولم تدري المعزات ما يجب فعله، فبدأنا بالجري في الأنحاء والصياح: النجدة! النجدة! لا تضيعن أوقاتكن، فسوف أمسك بكن جميعا. ذهبت واحدة من المعزات تحت المنضدة، وقفزت الثانية في الفراش، وصعدت الثالثة إلى المدخنة، واختبأت الرابعة في المطبخ، والخامسة في خزانة الملابس، وتوارت السادسة خلف الستارة، أما السابعة فقد اختبأت بداخل الساعة العملاقة المعلقة على الحائط. ولكن الذئب الماكر كان سريعاً، وبالتالي قام بإمساكهن جميعاً من أماكن اختبائهن. تعالوا ولا تركضن، سوف أمسك بكن جميعاً، لقد قلت توقفن. كانت المعزة الوحيدة الذي لم يستطع إيجادها تلك التي اختبأت بداخل الساعة، وكان بالفعل قد شعر بالشبع، لذا فقد توقف عن البحث عنها ورحل. وكانت هناك حظيرة لا تبعد كثيرا عن الكوخ، فاستلقى الذئب تحت شجرة بتلك الحظيرة وبدأ يغط في النوم. بعد وهلة قصيرة عادت الأم للمنزل، وعندما رأت الباب مفتوحا علمت أن شيئا ما سيئا قد حدث، وبدأت تصرخ: الصغيرات. عندما دخلت إلى المنزل كانت مصدومة، كانت المناضد والكراسي كلها مقلوبة رأسا على عقب، وكانت الستائر ممزقة، وكانت الأسرة كلها مبعثرة، كانت الوسائد وأغطية الفراش كلها على الأرض. بحثت المعزة الأم عن صغيراتها ولكنها لم تجدهن في أي مكان. بدأت تصرخ منادية عليهن بالاسم واحدة تلو الأخرى، ولكن لم تجد أي إجابة. أخيرا كان الدور على آخر اسم منهن، عندها فقط استطاعت أن تسمع ذلك الصوت الرفيع الحاد: أنا بداخل ساعة جدي يا أمي. ركضت المعزة الأم نحو ساعة الجد وأخرجت صغيرتها من هناك، ثم قامت باحتضانها، ثم بدأت المعزة الصغيرة تروي القصة وهي تبكي: لقد أتى الذئب متنكرا، وقد تصورنا أنه أنت ففتحنا الباب، لقد أكل الذئب كل إخوتي. معزاتي الصغيرات. كانت المعزة الأم غاضبة للغاية، وكانت تبكي من أجل صغيراتها. بصحبة صغيرتها الوحيدة المتبقية كانت تمشي وتتجه ناحية الحظيرة. بعد وهلة استطعنا رؤية الذئب نائما تحت شجرة، كان يغط بشدة حتى أن أغصان الشجرة كانت تهتز. أخذت المعزة الأم تراقب الذئب لفترة، ولاحظت بداخل بطنه أشياء تتحرك. يا إلهي، هل من الممكن أن تكون صغيراتي أحياء بداخل بطنه إلى الآن؟ كانت لديها خطة، التفتت إلى صغيرتها وقالت: اذهبي إلى المنزل وأحضري إلي إبرة وخيط بالإضافة إلى المقص. بينما كانت الصغيرة تركض نحو المنزل، قامت المعزة الأم بجمع ستة أحجار كبيرة من على الأرض،
بعد وهلة عادت المعزة الصغيرة ومعها الإبرة والخيط والمقص الكبير. فقامت المعزة الأم بشق بطن الذئب بالمقص، فرأت إحدى صغيراتها على الفور، ثم بدأت الباقيات تظهر واحدة تلو الأخرى، وكانت جميعهن بصحة جيدة. لم تستطع المعزة الأم السيطرة على نفسها من السعادة، وقامت الصغيرات باحتضان الأم بسعادة. أمنا نحن نحبك. كان جميعهن يشعرن بالسعادة. أوه يا صغيراتي، أنتن بأمان. وضعت الأم الأحجار التي جمعتها بحرص بداخل الذئب، ثم قامت بخياطة بطنه بالإبرة والخيط. كان الذئب نائما بعمق حتى أنه لم يشعر بشيء ولم يتحرك. ثم هربت المعزة الأم مع صغيراتها. وعندما استيقظ الذئب ووقف، كانت بطنه تؤلمه بشدة، وكان يفكر لنفسه أن السبب ربما هو أنه أكل كثيرا من الماعز. وبسبب أن بطنه كانت مليئة بالحجارة، كان يشعر بالعطش الشديد، فذهب إلى البحيرة ليشرب بعض الماء. ولكنه عندما كان يسير، كانت الحجارة تصطدم ببعضها البعض. أنا أشعر بمعدتي ثقيلة للغاية وممتلئة، وكأن كل الماعز التي أكلتها قد تحولت إلى حجارة. كان يريد الانحناء كي يشرب بعض الماء، وبسبب ثقل الأحجار اختل توازنه وسقط في الماء. النجدة، أنا أغرق. النجدة، أنا أغرق. هو يصيح طالبا النجدة، لكنه لم يأتي أحدا لمساعدته. ثم لم يعد يتحمل وزن الأحجار وغطس في المياه العميقة. فركضت المعزة الأم ومعها صغيراتها نحو النهر بمجرد أن رأينا ما حدث. يدا بيد بدأ الجميع في الرقص والقفز في الأنحاء. ومنذ ذلك اليوم عاشت المعزة الأم مع صغيراتها حياة مسالمة وسعيدة في الكوخ الخاص بهم داخل الغابة.